واحد الموعد سنوي مهم لبلادنا ومهم جدا لمربي الماشية، وكيتم تحويل ما يزيد على 14 مليار ديال الدرهم في هذا يعني المناسبة العالم القروي. بناء على الإحصائيات الأخيرة ديال الشهر الماضي، فكيبلغ مجموع القطيع الوطني للأغنام 20.3 مليون رأس، أي بواحد النقص ديال 2% بالنسبة للسنة الماضية في نفس الوقت. والقطيع ديال المعيز 5.4 مليون رأس، واحد النقص ديال 4% بالنسبة للسنة الماضية في نفس الوقت. وكي يتقدر طلب للأضاحي حوالي 6 مليون، منها 5.4 من الأغنام، 81% منها من الخرفان، و 19% من الخروفات. وعندنا 600 ألف معيز، يعني اللي كاين الناس اللي كيضحيو بالمعيز. في السنة الثالثة على التوالي القطاع ديال تربية الماشية كيعرف واحد التأثير كبير بسبب هذا الجفاف الحاد اللي كتعرفوا بلادنا، مع تطهور الغطاء النباتي وانخفاض الزراعات الكلائية والغلاء ديال الأعلاف. والمواجهات لهذه الظرفية قامت الحكومة بتنزيل برنامج دعم مربي الماشية على السنة الثالثة على التوالي للتخفيف على آثار من آثار شح التساقطات عبر المواصلات دعم الأعلاف وتوريد الماشية. واستعدادا لعيد الأضحى المبارك لسنة 1445، شرعنا منذ نوفمبر الماضي في تنزيل برنامج تحضير لهذه الشعيرة، والذي يتضمن عدة إجراءات. عندنا أولا المعطيات الميدانية وإرساء مسطرة تتبع المسار، وهذا الشيء كيضم أولا تسجيل وحدات التربية وتسمين الأغنام والماعز الموجهة للعيد. عندنا 214 ألف وحدة اللي تسجلت، وعندنا تقييم دقيق لتوقعات العرض من الأضاحي بالتنسيق مع المهنيين طبعا. فالعرض المتوقع هو 7.8 مليون رأس، منها 6.8 مليون رأس من الأغنام ومليون رأس من المعيز. هذا هو العرض، وبحال اللي قلت قبل الطلب هو 6 مليون ديال الرؤوس. ترقيم الأغنام والماعز المعدة للأضاحي وصلنا إلى حد الآن 4.8 مليون رأس اللي ترقمات لحد الساعة. الجانب الثاني هو الجانب الصحي، من خلال التتبع والمراقبة الصحية وحماية القطيع من الأمراض المعدية، حيث أن الحالة الصحية للقطيع الوطني هي جيدة. مراقبة الأعلاف والأدوية البيطرية المستعملة، 2015 عملية مراقبة إلى حد الآن من طرف لونصا، وسجلت 3 المحاضر مخالفات على بيع أدوية بيطرية بطريقة غير مشروعة بالجديدة والخميسات ومراكش. محضر واحد بضبط 13 طن من الأعلاف الحيوانية غير المطابقة للمواصفات بابن ملال، وتستمر المراقبة ليوم العيد. مراقبة مياه توريد الماشية، مراقبة تنقيل فضولات الدواجن عبر إرساء ترخيص مسبق، ومنحنا لحد الآن 950 جواز مرور. عندنا 4 المحاضر اللي تسجلات عن ضبط وإتلاف مخلفات الدواجن، 10 طن بسيدي إفني و24 طن بقلعة الصراغنة. الجانب الثالث هو الجانب اللوجستيكي، إنشاء وتجهيز 34 سوق مؤقتا للأضاحي ديال العيد على الصعيد الوطني بتنسيق مع السلطات طبعا المحلية لتعزيز المنظومة الأسواق اللي كتوجه. رابعا فتح الاستيراد مؤقتا، ونظرا لهذا استمرار الجفاف لجأت الحكومة للسنة الثانية إلى فتح الاستيراد بصفة استثنائية ومؤقتة للرفع من العرض والمساهمة في المحافظة على القطيع الوطني واستقرار الأثمان، وذلك عبر أولا إعفاء استيراد الأغنام من الرسوم الجمركية والضريبية على القيمة المضافة، ثانيا منح دعم لاستيراد الأغنام الموجهة للأضاحي 500 درهم للرأس ابتداء بين 15 مارس و 15 يونيو، وبلغ إلى حد الآن يعني الاستيراد 220، ومن هنا اليومين ولا 3 أيام غادي نوصلوا 250 ألف رأس. والهدف هو باش نوصلوا ل 600 ألف رأس بين يعني 15 مارس حتى 15 يونيو. وشكرا. من التخبط والفشل هو العنوان ديال تدبيركم لملف دعم الفلاحة 2022-2023، 2000 مليار سنتيم اللي تخصت الفلاحة باسم الجفاف ودعم المدخلات بما فيها الأعلاف. أين هو الأطار؟ اليوم
الحمد الغنمي داير 120-130 درهم، اللحم البقري 90-100 درهم، وسولوا الجزائري لا شكيتو. بالنسبه للدعم الاستيراد هذا العام الا حسبنا 500 درهم على 600 الف راس اللي قلتو لحد الان راه دخلت تتعطي 30 مليار سنتيم، زيد عليها 20 مليار سنتيم ديال التيفي عند الاستيراد اللي هي بالمناسبه تعطات بصفه غير قانونيه تتعطينا 50 مليار سنتيم. فينا هو الاثار ديالها؟ وشكون اللي استفد منها؟ ربعه ديال المستوردين كبار محظوظين هما اللي استفدوا، وانتم كتعرفوا الانتماء ديالهم وراه سمنتوهم مزيان. بعد هذا الفشل المتكرر السيد الوزير في سياسه الدعم، لو ان هذه الاموال كلها مشات لدعم الفلاحه الصغار والمتوسطين والكسبه ديالنا حقيقه والله ما نهضروا، لانه على الاقل غادي تساهم في الحفاظ على السلالات الوطنيه وغادي تساهم في تجديد القطيع الوطني ديالنا. وترتفع الاسعار ولا ما ترتفعش، المهم ما كاين مشكل زيتنا في دقيقنا. قلتي السيد الوزير باللي الزياده في الاثمنه هذا العام غادي تكون 15%. شكرا شكرا السيده.